السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا، يمكن من المواضيع اللي لازم اي حد يكون مر بيها، يعني لو هو اشتغل في الماتلاب قبل كده او اي سوفت وير، يعني اللي هو ان انا عندي سوفت وير وفي حاجة مش عارف اعملها وعايز اتعلم اعملها ازاي. هو في طرق كتير، منها طبعا انك تدور على الفيديوز وحاجات زي كده اونلاين تتعلم منها، بس هو في الحقيقة الماتلاب فيه ميزة هايلة جدا 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 بتخلي الموضوع ده أسهل كتير على اليوزرز أو المستخدمين إن هم يقدروا يعملوا الحكاية دي. الماتلاب فيه موجود بينزل في السيت أب بتاعه كمية كبيرة جدا جدا من الدوكيومنتيشنز ومن الهيلب اللي تخلينا نقدر ندور فيها على أي حاجة إحنا عايزينها، ومفيش حاجة هتبقى محتاج تدور عليها في الماتلاب مش هتبقى هتلاقي لها حاجة. فخلينا نشوف كده. انا مثلا هقول ان انا عندي فانكشن مش عارفها، والفانكشن دي عايز اشوف انا هستخدمها ازاي. مثلا انا سمعت ان في فانكشن اسمها مين، خلاص هيقول لي ايه؟ والله هو قال لي انا كتبتها كده بس اشوف ايه الحكايه، قال لي لا ده واضح ان ليها حاجه، لان هو بيقول لي الارجيومنتس بتاعتك مش كفايه فمحتاج انبوت اكتر، فواضح ان فيها حاجه ممكن اعملها. فانا عايز دلوقتي اشوف الهيلب ده، يعني اسال الماتلاب اعمل ايه. فالموضوع ليه كذا طريقه. في طريقه لطيفه انك تكتب هيلب وتكتب الحاجه اللي بتدور عليها، خلاص فهتلاقي ان هو جه راح كتب لك ايه، قال لك والله المين دي فانكشن موجوده في الماتلاب بتحسب الافريج او المين فاليو، خلاص بعدين بيقول لك الاس ده مين اوف اكس بتحسب لك المين فاليو. طب هو قال لي اه المين بس ما قاليش بتاعت ايه، فقال لي بتاعت اكس لو الاكس ده فيكتور، خلاص يعني هو لو صف واحد او عمود واحد هيحسب لك الافريج بتاعته. وبيقول لك لو باي ان دي اريز، خلاص يعني عدد نمبر اوف روز ان وعدد نمبر اوف كولومز دي، بيقول لك يعني خلينا نشوفها بعدين. هو هتلاقي برضو من الحاجات اللي هنتعود عليها واحده واحده واحنا شغالين ان الهيلب يعني محتاج شويه ان الواحد يبقى واخد عليه، ان مش اول مره هفتحه وهفهم. هو طريقته غريبه شويه، او مش غريبه، هي طريقته يعني مجعبصه حبه، فهي بتبقى محتاجة الواحد ياخد عليها شوية يعني، بس أول ما هتتعود عليها هتلاقي الموضوع لطيف يعني. خلاص هتلاقي إن دايما بيقول لك بقى حاجات زيادة. أنا في الغالب يعني في معظم الحالات مش بستخدم الحاجات دي، بس هو بيبقى الفانكشن معمولة إن هي ليها مينيمم انبوتس ممكن تحطها وتشتغل بيها، أقل منها مش هينفع. أكتر يعني في حاجات أكتر ممكن تزودها وتطلع نتائج أكتر، زي كده مثلا لما كنا بنحل الديفرنشال ايكويشنز، آسف الالجبرايك ايكويشنز، إن أنا ممكن أقول له حل لي وطلع لي بس النتيجه او الحل، وممكن اقول له طلع لي الحل وطلع لي الايرور قد ايه، خلاص والتولرنس، يعني الحاجات دي ممكن تطلع كاوتبوتس زياده. انا ممكن احط انبوتس زياده واطلب منه اوتبوتس زياده، خلاص بس طالما المينيمم شغال خلاص هو هيحل يعني. كويس. فهو اللي انا فهمته ان هو لو انا عندي ماتريكس هيحل البتاع. وقال لي ان في حاجه اسمها اكس وديم اللي هي يعني شكلها اختصار دايمنشن، بيقول لك تيكس ذا مين along the dimension ديم اوف اكس، خلاص مش مفهومه برضو. فعلشان نلاقي يعني الدنيا توضح شويه هما بيحطوا اكزامبلز. فهو بيقول لي ايه، والله ده انت عندك اكزامبل اهو الاكس مش عارف بكذا، ادي ماتريكس، فانا انا هعمل اللي هو بيقوله. فانا خدت الاكس كوبي بيست وايه وهشوف مين اكس واحد ده، خلاص. فقال لي ايه، قال لي 3 و4 ونص و6. هو واضح ان ده 3 في 4 وان هما دول 3، فواضح ان هو خد الافرج بتاع ده والافرج بتاع ده والافرج بتاع ده، خلاص هو بقت 3 و4 ونص و6. ولو حسبناها هنلاقيها دي 3 و1 4 و4 و4 يبقى 12 على 4 فيها 3، ودول مجموعهم هيبقى 18 على ال 4 يبقى 4 ونص، وده مجموعهم هيبقوا 24 على ال 4 يبقى 6. فكده ده خد الافريج فعلا، خلاص. فقال لي ممكن اجرب اكس و2 هلاقي ان هو خد الافريج في الناحيه الثانيه. طيب ممكن الاقي الموضوع صعب شويه، فهتلاقي بقى ان هو ايه بيديك شويه اوبشنز، بيقول لك الاول ان في فانكشنز ثانيه، خلاص زي مينيمم وماكسيمم، زي اس تي دي اللي هي تبقى ستاندرد ديفيشن، ميديان، وفي برضه حاجه بيقول لك اذر فانكشنز اللي هي ايه ممكن يبقى اسمها مين. وفي حاجه تانية بقى اللي هي لطيفه اللي هي الريفرنس بيج فور مين، انك انت الموجود ده مش هو بس اللي موجود، انت ممكن يبقى في صفحه في الهيلب بتاع الماتلاب اللي هي بتبقى ويندو لوحدها اسمها مين، وهتلاقي نفس الكلام مكتوب بنفس الاكزامبل، يعني هو الاكزامبل ده وبيقول لك الحل بتاعه عامل ازاي، يعني هو الاكزامبلز دي بتورينا الفانكشن دي بتعمل ايه، خلاص. وقال لي ان انا لو عملت مين ايه فهياخد الكولومز بس، ولو انا عملت المين ودايمنشن واحد هياخد الروز المين بتاع الروز، ولو كتبت دايمنشن اثنين هياخد المين بتاع الكولومز،
وحاجه اسف لو واحد هيبقى الكولومز واثنين هيبقى الروز خلاص. وقال لي بقى حاجات زياده ان انا لو عندي حاجه 3 دي اري ممكن اعملها. طبعا ده موضوع يعني بره السكوب بتاعنا خلاص. طب انا ممكن الحل التاني بقى، يعني انا شفت الحل ان انا اكتب هيلب هنا وان انا ادوس على ممكن تدوس F1 او تدوس على الزرار ده خلاص، الاثنين هيعملوا نفس الحاجه، هيفتح لك الويندو الاساسيه بقى خلاص. في حاجات كتير جدا هلاقي بقى ان هو بيقول لي مثلا انت عايز تدور على الحاجات، مثلا في حاجات partial differential equations، في حاجات بتاعه curve fitting toolbox دي اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، في يعني هتلاقي حاجات كتير، وهتلاقي بقى الكنترول سيستمز والسيجنال بروسيسنج وال ويعني قصص كبيره قوي يعني خلاص. في حاجات برضو اللي هي اللي انا بقى كنت عايز ابص عليها اللي هي كانت اسمها الفانكشنز، خلينا نقرا اللي هي الفانكشنز الماتلاب اللي هي دي خلاص. فهو هنا جايب لك لسته بكل الفانكشنز اللي موجوده في السوفت وير كله خلاص. طبعا هي لسته يعني طويله جدا 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 جدا، فيها حاجات ملهاش اول ولا اخر يعني، وهي مترتبه بالكاتيجوريز يعني. فالواحد ممكن مثلا لو عايز يشوف حاجات ليها دعوه بالمتريسيز هلاقي ان كل حاجات المتريسيز هنا خلاص. عايز حاجات ليها دعوه بقى بالالمنتري اوبريشنز والاوبريتورز هلاقيها هنا. فيعني هتلاقي كل حاجه يعني محتاج تلاقيها هتلاقيها هنا خلاص. من الحاجات برضو اللي ممكن تبقى مفيده شويه ان انا لو دوست على الاف اكس اللي هنا دي خلاص، يعني ممكن تاخد وقت سنه، بس هيلاقي برضو هو ان هو هنا فتح لك لسته بكل الحاجات اللي موجوده. ففي حاجات الماثيماتكس هتلاقي بقى الالمنتري ماث لينير الجبرا الانتربوليشن اوبتمايزيشن نيوميريكال انتجريشن فورير اناليسز كل حاجه خلاص، الداتا امبورت والبيج داتا وحاجات كتير يعني خلاص. فهي بقى بتبقى هتحتاج من الواحد شويه ان هو يدعبس حبه، بس يعني احنا ممكن نطبق اللي احنا قلناه على اي حاجه. يعني انا ممكن اقول له مثلا هيلب بتاع نشوف حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها انتجرال مثلا خلاص. فهو وبالمناسبه دي يعني الهيلب ده انا جبت منه حاجات كتير من اللي عملناها في الكورس ده، ان انا كنت بدور على حاجات في الهيلب وبجيب الاكزامبلز اللي موجود. هو بيقول لك الانتجرال ده بيجيب الانتجريشن فانكشن اف من اي للبي يوزنج جلوبال ادابتيف كوادرنت، ده الكلام اللي كان مكتوب في النوتس انا جايبه من هنا خلاص. فهتلاقي بقى في كل حاجه خلاص. فهو لطيف جدا 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 جدا، ومهم ان الواحد يعرف يتعامل معاه، لان انا مهما كنت شاطر في الماتلاب او اي حد يعني مش هيعرف كل حاجه فيه. فالشطاره بقى بتاعت الواحد ان هو يقدر يعرف ازاي يلاقي الحاجه اللي هو مش عارفها وازاي يعلم نفسه بنفسه. فيعني هتحتاج تدريب شويه، وهتحتاج الواحد ياخد شويه وقت على ما يبتدي يتعود على الطريقه بتاعت الهيلب، بس هتبقى حاجه مفيده جدا جدا جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.